بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم دكتور قتيبة عبد الكريم قاسم من كلية الصيدلة جامعة البصرة. أحب أوضح لطلبتنا الأعزاء في هذه الفترة بخصوص الامتحانات الإلكترونية، تظهر مشكلة أنه شلون نقدر نعالج مشكلة أنه طلب الإذن بالنسبة للدخول للنموذج الإلكتروني. يعني أغلب الطلبة يعانون من هذه المشكلة في حال دخلوا إلى حسابات غير الحساب الرسمي. الآن كيف نقدر نعالج هذه المشكلة؟ طبعا الحل هو عن طريق تسجيل خروج من جميع الحسابات من الموبايل إذا كنت تستخدم موبايل، ومن اللابتوب أيضا. من لابتوب سابقا عملنا فيديو موجود في القناة أيضا، والآن نعمل من الموبايل. الآن هذا الموبايل وأريد أسجل خروج من جميع الحسابات وأدخل فقط بالحساب الرسمي من أجل أن ما تحدث عندي مشكلة بالانضمام إلى الجوجل ميت، لأن الجوجل ميت ما يقبل إلا رسمي، لأن هو فقط بالكلاسات المعمولة بالحساب الرسمي. وأيضا من أجل ما تحدث مشكلة عند فتح النموذج الإلكتروني للأسئلة. الآن أجي للمتصفح الكروم. المتصفح الكروم ممكن داخل أنت بأكثر من حساب، تضغط على الصورة بالأعلى راح تظهر لك هنا، بعدين تجي هذا حسابك اللي أنت داخل بي تضغط عليه راح تظهر لك جميع الحسابات. الآن تظهر جميع الحسابات اللي أنت داخل بيها بالجهاز. مجرد تعمل ساين أوت، ساين أوت راح تسجل خروج من جميع الحسابات. الآن سجلت خروج من جميع الحسابات. إذا ترجع للمتصفح الآن اختفت الصورة، يعني الآن ما داخل بأي حساب وأريد أسجل هسه، أرجع في نفس الوقت أسجل دخول بالحساب الرسمي فقط. أضغط على الصورة يمين اللي بالأعلى بالزاوية، ساين انتو كروم، راح ينطيك مجموعة خيارات تختار الحساب اللي تريده، تضغط عليها هذا الحساب الرسمي ثاني واحد وتقول له يس، راح يقول له accept and sign in. هنا في هالحالة تلاحظون رجعت الصورة بالأعلى، صورة الحساب الرسمي، والآن صار الكروم هو داخل فقط بالحساب الرسمي. بالإمكان أيضا إزالة أو عمل خروج وإزالة جميع من جميع الأجهزة، يعني من خلال الموبايل. الآن نرجع ندخل إلى Manage Your Account، راح الآن نوضح لكم طريقة أخرى إذا تريد تسيل كل الأجهزة وتسجل خروج من جميع الأجهزة، يعني من خلال الموبايل تسجل إذا داخل من 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 لابتوب، داخل من موبايل آخر، من أكثر من مكان على الحساب المعين وتريد تسجل خروج. فتجي الآن دخلت إلى الجوجل أكاونت، نفرض أنه الحساب الرسمي، هذا الحساب الرسمي يعني مبدئياً تريده أنت تبقى به، فتبقي مثلاً حسابات أخرى عندك، راح تجي على الحساب الآخر تضغط عليه، مثلاً هذا حساب شخصي وتريد تسجل خروج من عنده من جميع الأجهزة، تتجه إلى سيكوريتي. راح تلاحظ طلعت لك هنا الأجهزة المسجل عليها الدخول حاليا، تضغط عليها تظهر لك الأجهزة، هذا الهاتف الآن والويندوز وغيره، تعمل إزالة فقط، تضغط تسجيل خروج، قيل تسجيل خروج، سجلت خروج من هذا، تسجيل خروج من الآيفون مثلا، تسجيل خروج عندك ويندوز مثلا داخل، قيل تسجيل خروج. إذا أنا سويت تصغير بقى بس هذا أيضا، هذا ممكن حاليا مسجل عليه داخل عليه. بعدين تذهب مثلا إلى وهكذا الحسابات الأخرى، أي حساب ترغب بأنه مجرد أنه تضغط على الصورة بالأعلى وتغير على الحسابات الأخرى وتزيلها بنفس الطريقة. ومثل ما وضحنا في بداية الفيديو عملية أنه تدخل الآن هسه، إذا أخرج وأريد أرجع أدخل للكروم وأريد أعرف هسه يا حساب إحنا دخلنا به، نرجع ندخل الآن إلى الكروم من جديد، نيو تاب، ندخل نفتح نيو تاب من هنا صفحة جديدة، راح تلاحظون أنه بالحساب الرسمي نفسه باقي هسه ساين. وإذا أريد يعني هذا طالما بالحساب الرسمي لا توجد مشكلة، إذا أريد أسجل خروج مثل ما وضحنا في بداية الفيديو ممكن فقط نعمل ساين اوت مثل ما واضح الان، وترجع بنفس الوقت
تسوي ساين ان للحساب المطلوب. شكرا جزيلا لكم.